سعداء جدا وأن موجودين في هذا المولود الجديد وهو المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية. نعتز وأن يعني كمغاربة نكون ديما موجودين وجنبا إلى جنب في التظاهرات الثقافية الكبرى هذه اللي تخلينا ديما نعتز بمكانة الموسيقى الأندلسية في ثقافتنا وفي موروثنا الموسيقي. هذا المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء لأول مرة كنديروا هذا المهرجان في الهواء الطلق. كما تعلمون الموسيقى الأندلسية كانت دائما تعتبر بأنها موسيقى الصالونات يعني النخبة، ولكن الهدف ديال مجلس العمالة ولا ديال الجمعية ديالنا هو إعطاء هذه الموسيقى الأندلسية طابع آخر، هو طابع الجمهور المغربي جميعا. وثانيا هو مهرجان اللي كيجمع بين المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا في لوحة واحدة. الموسيقى الأندلسية هو ضمن الأنشطة ديال مجلس عمالة الدار البيضاء. كتعرفوا بأن مجلس عمالة الدار البيضاء عنده برنامج متكامل بالأبعاد ديالو، خصوصا البعد الاجتماعي والثقافي والرياضي، وهذا المهرجان هو من أهم الأنشطة اللي غادي ينظمها المجلس. اليوم عندنا النسخة الأولى بمشاركة ثلاثة ديال الدول بالإضافة للمغرب، تونس والجزائر وإسبانيا. هذا المهرجان في واحد الفضاء اللي هو مفتوح، اللي هو معروف أن الموسيقى الأندلسية غالبا ما تتم التنظيم ديالها قاعة مغلقة. حنا تعمدنا باش نديرو فضاء مفتوح، بغينا باش هذا اللون التراثي الوطني والمغاربي نقربوه لمختلف الفئات، خصوصا فئات الشباب. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الدوره هذه تلقى النجاح، وان شاء الله في النسخ المقبله غادي نعملوا على التطوير ديالها باش يولي عندها واحد الصيت دولي ان شاء الله. اليوم كنعيشوا واحد يوم فني من المستوى العالي في اطار المهرجان الدولي الاول للموسيقى الاندلسيه. اليوم امتعتنا هذه الفرقه التونسيه بروائع وباغاني خالده وباغاني من المستوى العالي. وهذا النشاط ماشي ديال مجلس العماله، ماشي عف رمضان، بل هو برنامج سنوي بشراكه مع شركه ديال التنميه المحليه او بتكليف وانتداب شركه التنميه المحليه لانتداب هذا الدورات اللي عندها صبغه احترافيه. التنظيم عنده واحد الصبغه احترافيه وفني، وكاين تجاوب ديال الجمهور اللي حاضر، كاين واحد التجاوب كبير سواء من على مستوى الاعلام وسواء على الناس المهتمين بالموسيقى الاندلسيه على الصعيد العالمي.